أولادي في نص معلومات جديد وهو العصور الذهبية. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش فترة تسمى عصور الظلام لكثرة الجهل، كانت هناك عصور ذهبية عند العرب تشير إلى الازدهار، فمعظم اختراعات اليوم يعود الفضل فيها إلى علماء تلك الفترة. بدأت العصور الذهبية في عهد الخليفة هارون الرشيد من سنة 786 ميلاديا إلى 809 ميلاديا، عندما قام بافتتاح أول مكتبة عامة مفتوحة للعلماء والدارسين في بغداد، وسماها بيت الحكمة. النص بتاعنا يا ولاد بيتكلم على العصور الذهبية، العصور الذهبية، وكان بيقول ان في زمان كان في فترة كانت اوروبا كان عندها جهل وكانت عصور ظلام بالنسبة لها، لكن احنا عندنا كان عند العرب كانت عصور ذهبية، عصور فيها تقدم وازدهار. فكان معظم الاختراعات اللي هي بتاعت دلوقتي بيرجع الفضل فيها للعلماء اللي هم العلماء العرب اللي هم أيام العصور الذهبية. يا ترى متى بدأت العصور الذهبية يا ولاد؟ بدأت في عهد الخليفة هارون الرشيد، وده كان في الفترة ما بين 786 ل 809 ميلاديا. في الوقت ده هو افتتح أول مكتبة عامة للعلماء والدارسين في بلد اسمها بغداد، وسماها بيت الحكمة، سمى المكتبة دي يا ولاد بيت الحكمة. تعالوا نشوف مع بعض معاني الكلمات. كلمة الازدهار يعني التقدم، كلمة أسهموا يعني شاركوا. تعالوا نشوف الكلمة والمضاد. كلمة تعيش عكسها تموت، الظلام النور، كثرة قلة، الجهل العلم، الازدهار التأخر، افتتاح اختتام. تعالوا مع بعض نشوف الكلمة والجمع والمفرد. كلمة العرب مفردها العربي، كلمة اختراعات مفردها اختراع، كلمة علماء مفردها عالم، كلمة الفترة جمعها فترات، كلمة العصور العصور جمع مفردها العصر، كلمة عهد جمعها عهود، كلمة الخليفة جمعها الخلفاء، مفرد الدارسين الدارس، جمع الحكمة الحكم. لو أنا حبيت أحط سؤال وأقول متى بدأت العصور الذهبية؟ هقول كده يا ولاد، بدأت العصور الذهبية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وهقول السنة من سنة 786 ميلاديا ل 809 ميلاديا. طيب تعالوا نشوف نكمل الدرس بتاعنا. كان العصر الذهبي مليئا بالعلماء الذين أسهموا باختراعات في كل المجالات والتي لا تزال خالدة حتى اليوم، أمثال الزهراوي حيث اخترع أدوات الجراحة، وعباس بن فرناس أول شخص حاول الطيران وهو أول من حاول صنع آلة تساعد على الطيران، والحسن ابن الهيثم إذا اخترع آلة القمر وهي الكاميرا في وقتنا الحالي، وابن سينا وهو من أفضل الأطباء في التاريخ وألف العديد من الكتب في الطب. الاهتمام بالعلم
كان ولا يزال أمرا مهما، إذ لا بد من الدراسة والتعلم والصبر والمصابرة ليتمكن الإنسان من اكتساب معرفة حقيقية وعمل تقدم وتطور حقيقي في البلاد، وذلك ليس بجهد يسير. طيب، كان يا ولاد العصر الذهبي ده في الوقت ده مليان بالعلماء اللي هم شاركوا وأسهموا في اختراعات في جميع المجالات، واللي هي لغاية دلوقتي موجودة دلوقتي. طيب تعالوا نشوف مع بعض زي مين. أول واحد عندنا الزهراوي. الزهراوي ده يا ترى يا ولاد اخترع ايه؟ أدوات الجراحة. يعني ايه جراحة؟ ده فرع من فروع الطب بيختص بإجراء العمليات، قسم اسمه قسم الجراحة. يبقى أول واحد الزهراوي. طيب تاني واحد عباس بن فرناس. يا ترى عباس بن فرناس ده عمل ايه؟ كان اول شخص حاول الطيران، وهو اول من صنع آلة تساعد على الطيران. ده تاني واحد. تالت واحد هو الحسن ابن الهيثم، هو اللي اخترع آلة الكاميرا، وهي دلوقتي اسمها الكاميرا. الكاميرا يا ولاد اللي بنصور بيها. طيب اخر واحد عندنا ابن سينا. ابن سينا ده يا ولاد من افضل الاطباء في التاريخ، وليه كتب عديده كتيره جدا في ايه مجال الطب. يبقى احنا خدنا اربعه علماء كانوا في العصر الذهبي. ها، اربع علماء عرب، مين هم؟ الزهراوي، عباس بن فرناس، الحسن بن الهيثم، ابن سينا. ابن سينا اربع علماء عرب ساهموا وكانوا سبب في ازدهار ايه في العصور الذهبية. طيب بيقول لي كمان يا ولاد ان الاهتمام بالعلم كان ولا يزال امر مهم جدا، لان لابد يا ولاد من الدراسة والتعلم، وان احنا نصبر، وان احنا كمان نداوم على التعلم ده عشان يقدر الانسان يتعلم ويعرف ايه يكتسب معرفة حقيقية ويقدر يطور في البلد بتاعته. وطبعا ده مش حاجة سهلة. طيب تعالوا نشوف مع بعض المعاني. طيب كلمة الجراحة هو فرع من فروع الطب يختص بإجراء العمليات. كلمة المصابرة المداومة. كلمة ألف كتبة. كلمة العديد الكثير. كلمة اكتساب تعلم. كلمة تطور تقدم. كلمة يسير سهل. تعالوا نشوف الكلمة والمضاد بتاعها. طيب كلمة اخترع، ها، عكسها قلد. كلمة أول عكسها آخر. كلمة أفضل عكسها أسوأ. كلمة العديد عكسها القليل. كلمة الاهتمام عكسها الإهمال. كلمة المصابرة عكسها الانقطاع. تعالوا نشوف يا ولاد الكلمة والجمع، أو المفرد والجمع. مفرد كلمة أدوات أداة. مفرد كلمة مجالات مجال. مفرد كلمة أمثال مثل. جمع كلمة شخص أشخاص. جمع كلمة آلة آلات. مفرد الأطباء الطبيب. جمع كلمة العلم العلوم. جمع كلمة معرفة معارف. جمع كلمة جهد جهود. طب لو أنا عايزة أسأل سؤال، ماذا اخترع الزهراوي؟ ها، هقول اخترع الزهراوي أدوات الجراحة. طب يجيني سؤال تاني، من هو عباس ابن فرناس؟ هقول هو عباس ابن فرناس هو أول شخص حاول الطيران، وهو أول من حاول صنع آلة تساعد على الطيران. طيب سؤال تاني بيقول لي ماذا اخترع الحسن ابن الهيثم؟ أقول اخترع الحسن ابن الهيثم آلة الكاميرا، وهي الكاميرا في وقتنا الحالي. يجيني سؤال تاني يا أولاد، من هو ابن سينا؟ هو من أفضل الأطباء في التاريخ، وألف العديد من الكتب في الطب.
كده يا ولاد النص بتاعنا خلص، النص المعلوماتي وهو اسمه العصور الذهبية. واتكلمنا وقلنا ان كانت في وقت العصور الذهبية ان اوروبا كانت فترة ظلام وجهل، لكن كان في عند العرب فترة ازدهار وتقدم وعصور ذهبية، وكان في اختراعات كثيرة وعلماء كثيرين، والاختراعات دي قاعدة لغاية دلوقتي. وقلنا هي بدأت في عند الخليفة هارون الرشيد، وفي وقتها فتح أول مكتبة وسماها بيت الحكمة، وكانت في مدينة بغداد. واتكلمنا عن العلماء اللي ساهموا وشاركوا في المجالات، وقلنا أربعة، قلنا الزهراوي، قلنا العباس بن فرناس، الحسن ابن الهيثم ابن سينا. تمام، تعالوا مع بعض يلا نشوف أسئلة الدرس بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال، بيقول لي اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي. تعالوا نشوف الكلمات اللي جايبها لي: باقية، تقدمي، شارك، سهلا، المداومة. تعالوا نشوف مع بعض الجمل يا ولاد. بيقول لي أول جملة: العلم يساعد على ازدهار البلاد. الكلمة الملونة هي كلمة ازدهار، أنا عايزة أختار لها معنى من فوق. ها تعالوا نشوف مع بعض معنى كلمة ازدهار. ها أيوة برافو، تقدم، يبقى العلم يساعد على تقدم البلاد. طيب الجملة الثانية: يعمل أبي مهندسا فقد أسهم في بناء البيت. كلمة أسهم يعني إيه أسهم يا ولاد؟ تعالوا نشوف مع من فوق كده نختار. أيوة يعني شارك، يعمل أبي مهندسا فقد شارك في بناء البيت. طيب رقم ثلاثة: آثار الفراعنة خالدة حتى يومنا هذا. ها كلمة خالدة يعني إيه خالدة؟ برافو عليكم، خالدة يعني باقية، هتبقى آثار الفراعنة باقية حتى يومنا هذا. الجملة رقم أربعة: إذا واجهت الصعاب بالصبر والمصابرة فستتغلب عليها. كلمة المصابرة يعني إيه المصابرة؟ المصابرة يعني المداومة، هتبقى إذا واجهت الصعاب بالصبر والمداومة فستتغلب عليها. آخر جملة معايا: الامتحان كان يسيرا وانتهيت من حله بسرعة. طيب يعني ايه يسيرا؟ يسيرا يعني سهلا. الامتحان كان سهلا وانتهيت من حله بسرعة. السؤال التاني بيقول لي اكمل. رقم واحد: كانت اوروبا تعيش في فترة تسمى، أيوة اسمها إيه يا ولاد؟ كانت عصور إيه؟ أيوة عصور الظلام. طب يا ترى وكانت هناك عصور إيه؟ كانت هناك عصور ذهبية، كانت هناك عصور ذهبية. طيب رقم اتنين: العصور الذهبية كانت، فاكرين إحنا قلنا كانت مليانة إيه يا ولاد؟ فيها إيه؟ طبعا مليئة بالعلماء، كانت مليئة بالعلماء. طيب رقم تلاتة: يتم تحديد بداية العصور الذهبية في عهد مين؟ الخليفة مين؟ أيوة برافو عليك، الخليفة هارون الرشيد. رقم أربعة بيقول لي استخرج من القصة. استخرج من القصة يعني أنا هطلع المكتوب من عندي ده، هلاقيه إجابته في القصة بتاعتي. مضاد جهل، مضاد جهل أيوة علم، مضاد جهل علم. طب مضاد ظلام، مضاد ظلام نور. طيب رقم خمسة بيقول لي يتطلب العلم نقط ونقط ونقط ونقط. يا ترى ايه الحاجات اللي بتطلبها العلم؟ اول حاجة قلنا الصبر. طيب تاني حاجة قلناها ايه يا ولاد؟ ها المثابرة. كمان عندي تكاتف الجهود، الإصرار على الإنجاز. يبقى العلم إيه متطلباته؟ أول حاجة أربع حاجات: الصبر، المثابرة يعني المداومة، تكاتف الجهود، الإصرار على
تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه. سل كل مخترع باختراعه. جايب لي اربع صور اللي احنا اخدناهم: عباس بن فرناس، الحسن بن الهيثم، ابن سينا، الزهراوي. تعالوا نشوف مع بعض ايه الاختراعات اللي هنقدر نوصلها. جايب لي اول حاجه كتب في الطب، تاني حاجه القمره، تالت حاجه اله الطيران، رابع حاجه ادوات الجراحه. طيب تعالوا نفتكر مع بعض، عباس بن فرناس يا ولاد ها كان عمل ايه اول حاجه عملها ايه؟ ايوه، عباس بن فرناس هو اللي اخترع ايه او حاول يخترع صنع اله تساعد على الطيران، يبقى هوصلها باله الطيران. طيب تاني واحد الحسن بن الهيثم هو اللي اخترع لنا ايه؟ ها ايوه القمرة اللي هي الكاميرا دلوقتي يا ولاد، نوصلها بصورة الكاميرا. طيب ابن سينا، ابن سينا يا ولاد ده كان من افضل الاطباء وليه الف ايه يا ولاد، الف كتب كتيرة في الطب، يبقى هوصلها ايه؟ بكتب في الطب. اخر عندي واحد عندي هو الزهراوي. الزهراوي زي ما احنا قلنا هو اخترع ادوات الجراحه، اوصلها بادوات الجراحه. يبقى احنا كده خدنا عباس بن فرناس هو اللي ايه اخترع اله تساعد على الطيران، تاني واحد الحسن بن الهيثم اخترع الكاميرا اللي هي دلوقتي ايه الكاميرا، تالت واحد ابن سينا اللي هو ايه الف كتب كتيره في الطب، اخر واحد الزهراوي اللي هو ايه ايوه اخترع ادوات الجراحه. قلنا الجراحه ده يا ولاد فرع من فروع الطب، هو بيختص باجراء العمليات. اقرا ثم اجب. جايب لي بيقول لي يا ولاد، جايب لي جمل، تعالوا نشوف هو عايز ايه. اول جمله ياسر يذاكر دروسه. طب الجملة اللي جنبها الكلب يجري في الحديقة. الجملة اللي بعدها الشجرة أثمرت تفاحا لذيذا. ها اللي بعدها طاولة الطعام عليها أصناف لذيذة ومتنوعة. المدرسة هي بيتنا الثاني. آخر جملة الصدق خلق عظيم. علينا أن نتحلى به. طب مش ملاحظين حاجة يا ولاد؟ إن الجمل كلها في بدايتها متلونة، الكلمة الأولى متلونة بلون: ياسر، الكلب، الشجرة، طاولة، المدرسة، الصدق. يا ترى ملاحظين الكلمات دي كلها إيه نوعها؟ نوع الكلمة. لما يسألني نوع الكلمة أنا عندي يا اسم يا فعل يا حرف. طيب وعرفنا أنواع الاسم، إذا كانت اسم إنسان، اسم نبات، اسم حيوان، اسم جماد، صفة، كل ده عارفين. يا ترى ياسر ده اسم شخص، الكلب ده إيه؟ أيوة اسم حيوان، الشجرة ده إيه يا ولاد؟ أيوة اسم نبات. طب طاولة ده اسم إيه؟ جماد. المدرسة ده اسم مكان. الصدق ده إيه؟ صفة. كل دي يا ولاد إيه؟ أسماء. طب بيقولي اختر. رقم واحد تبدأ الجمل ب اسم فعل حرف. ها طبعا بإيه يا ولاد؟ باسم. حط خط تحت كلمة اسم. كل جملة تسمى، تسمى إيه؟ يا ترى جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ أيوة إحنا قلنا وأخدنا ما دام الجملة بدأت باسم تبقى دي جملة إيه؟ جملة اسمية. طب امال لو كانت بدات بفعل تبقى جمله ايه؟ فعليه، لكن دي بدات باسم تبقى دي كلهم جمل اسميه. ضع خطا تحت الجمله الاسميه. جايب لي يا ولاد جمل وانا هحدد اذا كانت الجمله اسميه او فعليه، ولو كانت الجمله اسميه بحط تحتها خط. طيب انا عشان اعرف الجمله الاسميه أو كانت أو فعلية لازم أبص على أول كلمة في الجملة، لو كانت فعل هتبقى جملة فعلية، لو كانت اسم هتبقى جملة اسمية. طيب الجملة الأولى بتقول لي أشرقت الشمس من المشرق. أشرقت، أشرقت ده اسم ولا فعل؟
ايوه برافو عليكم، ده فعل ماضي، يبقى دي جمله فعليه، يبقى مش هحط تحتيها خط لان هو طالب مني احط خط تحت ايه الجمله الاسميه. تعالوا شوفوا الجمله اللي جنبها بيقول لي ايه، المعلم يشرح الدرس باتقان. ها اول كلمه في الجمله بتاعتي ايه؟ المعلم. المعلم ده اسم ولا فعل؟ لا طبعا ده اسم، يبقى احط تحتها خط. طيب الجمله اللي بعدها، مصر بلد جميل. اول كلمه عندي هي ايه يا اولاد؟ مصر. مصر ده اسم ولا فعل؟ طبعا ده اسم، يبقى دي جمله اسميه، احط تحتها خط. طب الجمله اللي بعدها، فاز احمد في المسابقه. ببص على اول كلمه، كلمه فاز ده اسم ولا فعل؟ لا طبعا ده فعل، فعل ماضي فاز. طب يبقى لا دي جمله فعليه، مش هحط تحتها خط. اشوف الجمله اللي بعدها، يدافع الجندي عن وطنه. اول الجمله في كلمه يدافع، يدافع ده اسم ولا فعل؟ لا ده فعل مضارع مش اسم، هتبقى جمله فعليه، مش هحط تحتها خط. اخر جمله عندي، القطار تحرك بسرعه. القطار، القطار ده ايه يا ولاد؟ ده اسم، يبقى دي جمله اسميه. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، أكمل كل جملة لتصبح اسمية. طيب جايب لي يا ولاد نقط وجايب لي ايه بقية الجملة، وأنا هكمل أول كلمة باسم عشان تبقى الجملة اسمية. طيب نقط سريع، نقط سريع، أنا عايزة أحط اسم، ممكن أحط أي اسم. ايه سريع؟ ايوه ممكن اقول ها القطار سريع، الولد سريع، اي اسم عشان تصبح الجمله اسميه. طيب النقطه الثانيه بيقول لي نقط ينام مبكرا، برضو عايزه ابدا الجمله باسم عشان تبقى جمله اسميه، هقول ايه؟ الطفل، الطفل ده اسم، ينام مبكرا. طيب الجمله اللي بعدها، نقط جميله. ها انا عايزه بقى احط اسم، اقول ايه؟ ما اقدرش اقول الطفل ده مذكر، جميله ده مؤنث، اقول الطفله جميله ممكن، وممكن اقول برضو كلمه تانية، ممكن اقول الحديقه جميله، اي اسم مؤنث اقدر احطه جنب جميله وتبقى جمله اسميه. اخر جمله بيقول لي نقط يعالج المرضى، هيبقى ايه يا ولاد؟ ايوه الطبيب يعالج المرضى، ودي جملة اسمية لأنها بدأت باسم. السؤال اللي بعده يا ولاد بيقول حول الجملة الاسمية إلى فعلية والفعلية لاسمية كما في المثال. أنا الأول هيديني جملة هعرف إذا كان اسمية أو فعلية وهحولها للعكس، لو كانت اسمية بحولها لفعلية، ولو كانت فعلية بحولها لاسمية. طيب هو جايب لي مثال، اللاعب شعر بالتعب. اللاعب ده اسم، يبقى دي جملة اسمية، يبقى هو هيحولها لجملة ايه؟ فعلية. بعمل ايه يا ولاد؟ بعمل علامة المقص، باخد الكلمة التانية او هو الفعل بحطه في الاول واكمل الجملة، هتبقى شعر اللاعب بالتعب. تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها، يحب أخي الأزهار. طب يحب ده اسم ولا فعل؟ لا ده فعل مضارع، تبقى دي جملة إيه؟ جملة فعلية. تمام. طب أنا عايزة أخليها اسمية، ها هعمل علامة المقص، أطلع أخي من بره وأدخل يحب من جوه، هتبقى إيه؟ أخي يحب الأزهار، وكده بقيت جملة إيه؟ جملة اسمية. طيب تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها، اكتشف العالم اكتشافات مهمة. ها اكتشف ده اسم ولا فعل؟ اكتشف ده فعل ماضي، يبقى دي جملة ايه يا ولاد؟ جملة فعلية. طيب انا عايزة اخليها اسمية، هقول ايه؟ ها يلا اطلع الاسم، اطلع الاسم لبره واكمل الجملة، العالم اكتشف اكتشافات مهمة. طيب تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها، يبكي الطفل الصغير كثيرا.
تعالوا نشوف دي جملة ايه. يبكي ده فعل مضارع، تبقى جملة فعلية. طب انا عايزة اخليها اسمية، اقول الطفل يبكي الصغير كثيرا. لا غلط، الطفل الصغير دي مع بعضها، بطلعها من قدام واكمل الجملة، اطلعها اول الجملة واكملها. الطفل الصغير يبكي كثيرا، وبكده بقت جملة ايه؟ اسمية، حولتها من فعلية لاسمية. آخر جملة، الاختراعات الحديثة تقلل الجهد والوقت. الاختراعات ده اسم ولا فاعل؟ ها، برافو عليكم، ده اسم. يبقى ايه جملة ايه يا ولاد؟ جملة اسمية، الاختراعات الحديثة. طيب انا عايزة اخليها فعلية، فين الفعل في الجملة؟ ايوه تقلل، ما اقولش الحديثة لان ده برضو اسم. تقلل، ها نحولها من اسمين فعلية، نقول ايه؟ تقلل، اطلع تقلل في اول الجملة واكمل الجملة. تقلل الاختراعات الحديثة الجهد والوقت. وبكده يا ولاد خلصت تدريبات